الآن ننصت إلى فاتحة الكتاب ترحما على الشهداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ننصت وإياكم إلى النشيد الوطني. كلمة ترحيبية. كلمة ترحيبية لرئيس جمعية المشعل الشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بمناسبة اليوم العالمي للطفولة مصادف لواحد جوان من كل سنة، وطبعا في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جمعية المجاهد وجمعية مشعل الشهيد كل ثلاثاء، أرتئينا أن نخصص هذا العدد إلى موضوع هام وهام جدا، ألا وهو خطر الحروب على الأطفال. طبعا يشرفنا كثيرا أن نستضيف ممثل منظمة اليونيسف بالجزائر، وكذلك مجموعة من أطفال، سواء أطفال الجزائر أو أطفال فلسطين أو أطفال الصحراء الغربية. وطبعا يحضر معنا سعادة سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، وممثل عن سفارة دولة فلسطين بالجزائر الأخ هيثم نيابة عن السفير. وطبعا مجموعة من المجتمع المدني، وعلى سيادة السيدة سعيدة بنادى رئيسة لجنة الصداقة والأخوة الجزائرية الصحراوية، وطبعا مجموعة ممثلين عن منظمة أو وزارة التضامن الوطني، مثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكل الإخوة مرحبا بهم في هذا اللقاء. طبعا هذا اللقاء راح يكون لقاء من الأطفال والأطفال، وأترك ربما التنشيط والأخ زيزو اللي ينشط هذا اللقاء، وأول كلمة أو أول مداخلة تكون إلى ممثل منظمة اليونيسف بالجزائر اللي حضر معنا ليقول كلمة في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الأخ رئيس جمعية مجهل المجاهد، الإخوة السفراء يعني، وأيضا الزملاء من شوف أيضا إنه أجا المدير العام لوزارة الصحة، السلام عليكم. الإخوة أيضا الأخوات ممثلي الجمعيات أطفال، السلام عليكم. أولا أريد أن أشكر الجمعية لهذا المناسبة، ودائما أفرح لما أشارك يعني الطاولة مع أطفال عن موضوع يعني هام، اللي هو موضوع الأطفال بالحروب، الأطفال اللاجئين والأطفال بالحروب. وهذا طبعا مناسبة وموضوع مهم نذكر به ونتكلم عنه ونفكر فيه في طبعا مناسبة اليوم الطفل العالمي. أنا أعتقد هنسمع طبعا التجارب اللي هي تجارب الأطفال بالحروب وبالملجأ. نحن نعرف كمنظمة وأنتم تعرفوا أيضا إنه الأطفال هم اللي يدفعوا الثمن الأكبر في الحروب، ونحن بنشوف تأثير الحروب يعني بالعالم العربي، بأفريقيا، بأيضا البلدان كلها. ودائما بنشوف إنه الحروب تسبب يعني آثار كبير على الأطفال بشكل خاص، في الجانب طبعا في الجانب يعني موت يعني الموت اللي تصيب الأسر والعائلات، في تسبب أيضا يعني مشاكل كبيرة للحصول على التربية، على الصحة. يعني في كثير من الأحيان الحروب توقف أيضا الخدمات الاجتماعية اللي هي أساسية بالنسبة لتنمية الأطفال، واللي هي يعني من حقوق الأطفال. نحن كمنظمة، وأنا بتكلم باسم منظمة اليونيسف، موجودين أيضا بجانب الأطفال والمجتمعات بكل البلدان اللي فيها حروب، بنفكر فيهم بشكل خاص اليوم. وأنا أريد بالفعل أن أسمع يعني تجارب الأطفال الموجودين معنا. Je vais continuer en français. J'ai été moi-même, j'ai travaillé moi-même au Yémen dans le cours de ma carrière, pour cette année. J'ai travaillé 6 ans en Syrie. Je suis aujourd'hui en Algérie et je regarde Monsieur l'ambassadeur, où nous sommes aussi présents aux côtés des enfants réfugiés sahraouis. Et je tiens à dire l'importance que nous nous tenions tous aux côtés de ces communautés qui souffrent et aux côtés de ces communautés qui ont besoin non seulement qu'on parle d'elles, mais qu'on les appuie dans les épreuves qu'elles subissent. L'aide humanitaire est une chose essentielle et l'UNICEF continue à demander l'accès humanitaire aux populations touchées par les guerres. Continue aussi à demander que les écoles, que les centres de santé soient respectés par toutes les parties au conflit, ce qui malheureusement, et nous l'avons vu à de nombreuses reprises pendant le conflit syrien, mais également au Yémen, mais également sur d'autres théâtres de conflit, des droits et qui ne sont pas et des principes qui ne sont pas respectés. Et l'UNICEF, à chaque fois que cela est le cas, dénonce les exactions menées par les belligérants, donc en rupture de ces principes-là. Donc je pense qu'il est aussi important, quand on parle du droit aux enfants à la sécurité, du droit aux enfants finalement à la paix,
Je pense qu'il est important aussi de penser au rôle que doivent continuer à jouer les États, que doivent continuer à jouer les diplomates pour arriver à ce qu'il y ait des solutions et des solutions durables qui sont des solutions dans lesquelles les enfants peuvent se développer. Et je pense que nos enfants, filles et garçons, adolescentes et adolescents, nos jeunes aussi auxquels on pense, puisque la guerre a cet effet aussi dévastateur et sur les enfants, c'est qu'elles arrêtent le futur d'une certaine façon et elles empêchent à des générations d'enfants de se développer normalement. L'UNICEF parle de générations perdues et il faut s'assurer et travailler tous ensemble. Moi, je m'adresse aussi à la société civile, je m'adresse aussi aux États, bien sûr, que nous arrivions tous à travailler ensemble pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ou plus de générations perdues. Donc j'ai hâte d'entendre nos collègues qui sont là et qui vont nous parler de leurs expériences. Et merci encore à l'association de nous avoir réunis aujourd'hui. إذن شكرا لسعادة السفير ممثل منظمة اليونيسف بالجزائر. والآن مع كلمة طفل جزائري فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف كبير لي وسعادة صادقة لأحييكم من هذا المنبر باسم أطفال الجزائر النوفمبرية. يكتسي لقاؤنا هذا أهمية بالغة إذ ينعقد في الوقت الذي يحتفل فيه أطفال العالم باليوم العالمي للطفولة. وقفة الطفولة هذه السنة هي صرخة ونداء بصوت عالي لنناشد المجتمع الدولي ولسيما الهيئات المختصة بالطفولة لدى الأمم المتحدة والمفوضية للاجئين من أجل تكثيف مساعدتهم وإعانتهم لصالح أطفال اللاجئين. إخواتي أخواني الأطفال، سيداتي وسادتي المحترمين، بلادي وطني الجزائر الحبيبة هي أرض مكة الثوار وقلبة الأحرار وقلعة فضائل لاستفادة الأطفال اللاجئين في المدارس، الأطفال الأفارقة والفلسطين والسوريين والصحراء الغربية الذين حيظوا باستقبال أخوي وإنساني وأخلاقي فوق أرض أجدادنا المسقية بدماء مليون ونصف مليون من شهداء ضحوا من أجل الحرية الاستقلال والكرامة ومن أجل أن يعيش الطفل السعيد في السلم والاستقرار. ومن هنا وفي هذه المناسبة نتوجه بمخالص شكرنا وعرفاننا للعناية التي هي فتى يوليها فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة للطفل الجزائري وحمايتها وترقيتها، لا سيما الإجراءات التي من أنقل كذلك يتخذها صالح الطفولة وخاصة إنشاء هيئة وطنية إلى طفولة فلسطين. نحن معكم، نحن نساندكم، قلوبنا معكم، معا سنواصل اكتساب العلم والمعرفة مشتبعين بروح المقاومة لنصنع إطار الزمن والقصر القدسي في القدس عاصمة فلسطين الحرة المستقرة إلى طفولة الصحراء الغربية. نعبر لكم عن تأديننا أخوي وتقديرنا لصبركم ونضال وكفاح شعبكم لتمسك أطفال الصحراء الغربية بالهوية الوطنية. ويعتز الطفل الجزائري باستضافة الطفل الصحراوي وسنكون مسرورين باستقلال الصحراء الغربية. إلى أطفال سوريا،
أنتم ضيوفنا وإخواننا ولن ننسى عونكم وأخوتكم في أيام محنتنا فإننا اليوم معكم إلى عودتكم القريبة إن شاء الله. نحن نشكركم جميعا جمعية مشعل الشهيدي الوافية للطفولة وجريدة المجاهد لهذه الوقفة الوافية الصادقة وكل عام والطفولة بخير. تحيا الجزائر. شكرا بارك الله فيك. والآن الكلمة إلى الطفل الفلسطيني وممثل الأطفال فلسطين فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة من أطفال فلسطين إلى كل العالم بمناسبة اليوم العالمي للطفولة. الحضور جميعا، السلام عليكم. يقبع نحو 350 طفلا فلسطينيا في معتقلات الاحتلال الصهيوني، بينهم 8 فتيات قاصرات و6 أطفال يقبعون في مراكز إسرائيلية خاصة بالأحداث، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2018، وهي حصيلة أصدرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف 5 نيسان أبريل من كل عام. إدارة الاحتلال الصهيوني أصدرت 102 قرار بالاعتقال المنزلي بحق أطفال غالبيتهم من القدس. منذ بداية يناير 2017 وحتى نهاية شهر فبراير 2018 بزيادة نسبة 15.5% من 2016، وحولت 25 طفلاً منهم للاعتقال الفعلي بعد انتهاء فترة الاعتقال المنزلي. سلطات الاحتلال الصهيوني تقوم بانتهاكات بحق الأطفال منذ اللحظة الأولى من اعتقالهم، وتقوم بممارسات وحشية ومنها إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر ومتعمد خلال عمليات الاعتقال، نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، استخدام الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، تهديدهم وترهيبهم، أصدار الإحكام غيابياً، فرض الأحكام وغرامات مالية عالية، وغير ذلك من الانتهاكات اليومية. إن العدو الصهيوني وحسب إحصاءات هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير قام باعتقال منذ انتفاضة الأقصى أيلول 2000 ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السن القانوني اجتازوا السن 18 وما زالوا في الأسر. ومنذ انطلاق الهبة الشعبية في أكتوبر عام 2015 ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2018، ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بضعة أشهر، وكان بينهم 116 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 12 و15 عاماً، وهو أكبر رقم مسجل منذ شهر يناير من عام 2008، العام الذي بدأت فيه مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفصاح عن أعداد الأطفال المعتقلين لديها. فاليوم العالمي للطفل نقول نحن أطفال فلسطين
جزء من مجتمعنا الفلسطيني المناضل. لم نعش طفولتنا إسوة بكل أطفال العالم، ولدنا كبارا وحملنا الجرحى ونحن في بطون أمهاتنا، ونصرخ في وجه المحتل الغاصب ونؤكد بأن فلسطين كلها لنا، من بحرها إلى نهرها، والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. نريد كل أطفال العالم أن ينعموا بالحرية والسلام، وأن يعيشوا في بيئة طبيعية، وأن تكون حقوقهم مكفولة في التعليم والصحة والحياة. القائد الرمز الرئيس الشهيد ياسر عرفات قال: يوما ما شبلا من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا سترفع علم فلسطين فوق مآذن وكنائس القدس. المجد لأيقونة عهد التميمي، المجد للأسرى، المجد للشهداء، الحرية لفلسطين، والسلام عليكم. شكرا بارك الله فيك. كلمة الآن لممثل الصحراء الغربية، أطفال الصحراء الغربية، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد الحضور الكريم نيابة عن أطفال الصحراء الغربية، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضانكم كريم. الإخوة في مشعل الشهيد، الإخوة في جريدة المجاهد، نشكركم ونشكر الحضور الكريم على إحياء هذا الحدث الكبير، وهو اليوم العالمي للطفولة. ونحن كأطفال صحراويين نعبر عن تضامننا ومحبتنا لكل أطفال العالم، ونشكر كل من وقف معنا ومع أسرنا ومع آبائنا وأمهاتنا الذين تعرضوا للتشريد والمنفى واحتلال أرضهم وتقسيمها بملايين الألغام والأحزمة الرقمية والأسلاك الشائكة. وكنا نتمنى أنها لو كانت مزرعة بالزهور والورود وكل أسباب الحياة والعيش الكريمة من أجل الحرية والكرامة. وفي الخير وفي الأخير نطلب من كل الحضور من منظمات وهيئات للمساعدة في رفع الحصار عن إخواننا في المناطق المحتلة، وبيان لرأي العام الدولي ما يتعرضون له من قمع وظلم وتنكيل في سجون الاحتلال. وشكرا للجزائر شعبا وحكومة وعلى رأسها المجاهد والأب فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتقبل الله فيكم. شكرا شكرا. على كل حال، قبل أن أحيل الكلمة إلى ممثل الجالية السورية بالجزائر اللي كان من المفروض يحضر أطفال، أحيل الكلمة إلى المختصين، إلى الأستاذ مصطفى خياطي ليتكلم عن الجانب النفسي للحرب أثناء للطفولة أثناء الحرب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا التدخل القصير أود أن أتكلم عن المعاناة وصور البؤس والعذاب اللذين لقاهما أطفال الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي. وربما هذه الصور لم يأتي بها التاريخ منذ ربما عصوره الغابرة، لأنها صور
قاتمة في حجمها في مدتها 130 سنة وكذلك في الظلمات التي كانت تقع فيها هذه المعاناة بدون علم الضمير العالمي الذي تقريبا كان لا يوجد آنذاك. هذه المعاناة كانت أولا من ناحية التمدرس، نرى مثلا أنه 70 سنة بعد الاستعمار نسبة الأطفال الذين وصلوا إلى المدرسة الفرنسية كان لا يفوق 2% من الأطفال الذين كان عمرهم يسمح بذلك. في 1909 عند افتتاح جامعة الجزائر مثلا كان هناك 27 جزائري استطاعوا أن يتحصلوا على شهادة البكالوريا، 27 جزائري والقائمة تاعهم موجودة. ومن بين هؤلاء الجزائريين أغلبهم كانوا من الطبقات العليا الأرستقراطية القريبة من الفرنسيين. إذن باش تكون عندهم الصورة هذه، عدد كذلك الأطفال الذين قتلوا سواء عن طريق المجاعة عن طريق الأوبئة عن طريق البطش كان مهولا كذلك. فكل الإحصاءات تقول أنه كان فيه ما بين 6 و10 ملايين جزائري في 1830، ولكن الإحصاءات الرسمية الفرنسية في 1872 بينت أن هناك أقل من 2 مليون جزائري، معناتها أنه كان فيه يعني نقص فظيع. وعدد 1830 لم تتحصل عليه الجزائر إلا في 1962، يعني في قرن ونص وثلث تقريب. يعني باش تكون عندكم فكرة الاضطهادات الأخرى كذا عظيمة، مثلا في فرنسا في وقت الاستعمار الفرنسي كان يعرف في القاصر الإنسان اللي عنده أقل من 21 سنة، أما الآن نتكلم على أقل من 18 سنة. ولكن إذا أخذنا هذا التعريف نرى أنه في السجون الفرنسية كانوا مئات من الأطفال حتى في سن 12-13 سنة. في المحتشدات كذلك كان هناك أطفال بأعداد ضخمة ولا نعرف عددهم حتى الآن، لأن فرنسا ذهبت بكل السجلات، وبالتالي لا نعرف إلا في بعض الـ يعني الأرشيف نلقى بعض الأسماء. مشكل المحتشدات يعني ما يسمى بليكون دو ريغروبمون، واللي سعيد علمي قدم لها فيلم منذ أيام، كانت فني كذلك خطيرة وهي غير معروفة كثير في الجزائر، بحيث أنه في هذه المحتشدات لعزل السكان على عناصر جيش التحرير تم إخلاءهم من ديارهم والإتيان بهم في مناطق موجود فيها الجيش الفرنسي، وتم يعني إدارتهم بسياج كهربائي حتى ما يقدرش يخرجوا. في هذه المحتشدات بلغ عدد الجزائريين، هذه أرقام أعطاها ميشيل روكار، يعني مش إحنا أعطيناها، تكلم على 1,057,000، وهي الحقيقة مست 2.5 مليون من الجزائريين في الريف، يعني 40% من الشعب الجزائري الموجود في الريف. وإذا أضفنا الجزائريين اللي كانوا ساكنين بقرب المدن فالعدد يرتفع إلى 3.5 ملايين. هذا عدد ضخم. في هذه المراكز المحتشدات كان لا يعطى لا أكل ولا خدمات صحية ولا كذلك يعني تمدرس، وبالتالي كان هناك الأطفال يموتون جوعا ومرضا. وميشيل روكار بنفسه أعطى بعض التقديرات لتبين أنه ربما أكثر من 1.5 مليون من الأطفال ماتوا ما بين 56 و 62، يعني عدد الشهداء المعترف بهم أو العدد الرسمي للشهداء، باش تكون عندهم فكرة.
كان كذلك الأطفال يعني حاولوا أن وإن كان دورهم يعني مهمش كثير، ولكن شاركوا في الثورة بمختلف الصفات. فنراهم مثلا في المظاهرات، سواء مظاهرة 45 أو مظاهرة أوت 20 في 20 أوت، أو حتى مظاهرة خاصة في 1960 11 ديسمبر، حيث دور الشرفي هما اللي بدأوا المظاهرات وسقط منهم شهداء كثيرون، سواء ربما الإعلام الموجه يقول لك إلا في الجزائر العاصمة، وهي مش صحيح. مظاهرة ديسمبر بدأت في الغرب الجزائري وانتشرت حتى الشرق الجزائري، وكان فيه شهداء في تقريب كل المدن بما فيها قسنطينة وعنابة وسكيكدا إلى آخره. إذن كان هناك أسماء لا نعرفهم أنهم استشهدوا خلال هذا المظاهرات تاع 1960 اللي غيرت نظرة دوغول للقضية الجزائرية، وبدأت بعدها المناقشات الصحيحة فيما يخص الاستقلال الجزائر. كان كذلك مشكلة تاع المحكوم عليهم بالإعدام. احنا نشوف انه في 3 حالات، احنا نعرف انه هناك اكثر من 800 شخص تم الحكم عليهم بالاعدام خلال الثوره، يعني ما بين 54 و 62، ومنهم بعض الشباب الذين تم تزوير نسخ شهادات ميلادهم وما كانش عندهم 18 سنه، وتم تنفيذ حكم الاعدام فيهم، منهم 2 عندهم 17 سنة. وكذلك فيه صور أخرى، احنا نعرف أنه لما فرنسا قامت بإنشاء الخطوط الكهربائية ما بين الجزائر وتونس والجزائر والمغرب، عدد هائل من الناس خاصة الأطفال والنساء هاجروا إلى المغرب وتونس. العدد الإجمالي ربما يفوق 300 ألف، منهم أكثر من 150 ألف هم أطفال، يعني كانوا مهاجرين سواء في المغرب وفي الجزائر، وكانوا في حالة يعني تاع بؤس كبيرة مدة طويلة. فمع كل هذا كان فيه بعض الأطفال في سن المراهقة شاركوا في صفوف جيش التحرير الوطني، وكان هناك سجلات موجودة الآن في كل الولايات. احنا تمكنا من مراجعة 24 ولاية، 24 سجل تاع ولايات، فوجدنا أن عدد الشهداء تاع الأطفال اللي هما ما دون 18 يفوق 5000 شهيد. هذول موثقين يعني بالأسماء تاعهم وتاريخ الازدياد وتاريخ الاستشهاد في مختلف الولايات. إذا كل هذه الأمور يعني ما نتكلمش، كان فيه كذلك مشكل الصدمات التي مست مئات الآلاف من الأطفال خلال الثورة. فربما يعني البرنامج اليوم ثري كثيرا، ما نقدرش نطول في هذا الموضوع، ولكن ربما اليوم المناسبة أننا نقف وقفة إجلال وترحم لكل أطفال الذين استشهدوا لتحرير هذا البلد. وكذلك اليوم بهذه المناسبة نتذكر الكفاح، وخاصة ربما التألم والمعاناة التي هي اليوم تمس سواء أطفال سوريا أو أطفال العراق، وخاصة أطفال فلسطين، أطفال الصحراء الغربية، وأطفال كل البلدان التي فيها ظلم كبير. والسلام عليكم. شكرا الأستاذ سي مصطفى خياطي على هذه الكلمات، وصدقوني الشيء اللي يهمنا هو أننا تكون طفولة سعيدة. إذا كان يعني أطفال اليوم تعاني سواء في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في بعض الدول الأفريقية، فيحضر معنا ممثل الجالية السورية اللي كان من المفروض باش يحضروا معنا أطفال اللي هم موجودين في المخيم سيدي فرج، للأسف ما قدروش يحضروا لظروف طارئة. يتفضل الممثل الجالية السورية ليقدم كلمة باسمهم جميعا في الاعتذار. نشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما أبدأ بكلمتي المختصرة، أترحم على كل الشهداء
الذين سقطوا على كل الأراضي العربية والإسلامية وللأسف الشهيد وللأسف الشديد وأصر وأؤكد على كلمة الأطفال العرب والمسلمين الذين سقطوا على الأراضي المسلمة والعربية هذا الشيء عار على كل المجتمع العالمي نبدأ بكلمتي عندما نتكلم عن الأطفال لا نرى إلا الدموع ولا نرى إلا الدماء تتناثر يمينا وشمالا من الأمهات السكالة ومن الآباء وهذا كله سوف يعود علينا نحن كمسؤولين وكآباء وكمنظمات مجتمع عالمي مسؤول عن الأطفال في هذه الدول التي فيها حروب اصطنعت وافتعلت بالتآمر وبالتنسيق مع دول عظمى من أجل تشتيت هذه الأطفال ومن ثم المجيء إلينا وكأنهم حمل وديع هذا الشيء نأسف له جدا جدا أنا سأتكلم بالسياسة وأعذروني لأن الموضوع أكبر من أنه عيد للأطفال كل عام نحتفل في هذه المناسبة وكل عام نبكي ونزرف الدموع في هذه المناسبة ولكن عندما نأتي لنقارن ماذا فعلنا خلال هذه الفترة نجد أنفسنا عاجزين مكبلين لم نقدم لهم ولا مجرد كأس ماء هذا شيء يندى له الجبين نحن كسوريين وأنا أتكلم الآن بالنيابة عن كل سوري مجروح عن كل سوري مشتت عن كل سوري قتل بفعل هذه المنظمات وبفعل هذه المؤامرات الدولية نقولها بكل أسف وبكل حزن لا يسعنا إلا أن نقول وشيء نأسف له جدا نتمنى من كل السادة المسؤولين الدوليين أن يأخذوا بعين الاعتبار صرخة كل طفل إذا لم يكون الأطفال السوريين موجودون الآن فصدقا فإن أرواحهم ودماءهم تناديكم من بين الأشلاء ومن تحت القبور أوقفوا هذه المجازر وهذه الحروب في الدول العربية والإسلامية نحن نقول هذا الكلام ونأسف بأننا مليار ونصف مليار مسلم لم يحركوا ساكنا من أجل نصرة المسلمين هذه من جهة ومن جهة أمر 350 مليون عربي لم يقفوا وقفة شرف ولا وقفة ضمير من أجل نصرة أخوانهم في الدول العربية إن كان في اليمن ولا في سوريا ولا في فلسطين ولا في ليبيا ولا في الصحراء الغربية ولا حتى في لبنان للأسف الشديد إذا نظرنا إلى الأحداث التي تمر بها هذه الأمة نرى غير المسلمين والعرب فقط هم الذين يبادون وأطفالهم هم الذين يشردون وأطفالهم الذين يبيعون وأعضاءهم البشرية تذهب إلى أوروبا وأمريكا من أجل أن يستفادوا منها لن أطال عليكم بكلمتي ولكن لدي في نفسي ما يفجر بلاد بأسرها ولكن للأسف الشديد ليس المكان مناسب ولا المناسبة مناسبة حتى نتكلم بشكل أفضل وبشكل أوسع كل ما هنالك أرجع وأؤكد أننا كمجتمع مدني هذه آخر شيء كمجتمع مدني وكأناس مسؤولين وكآباء وكأجداد وكأمهات نقول لهذه المنظمات الدولية ارحموا أطفال العرب ارحموا أطفال المسلمين كفى تقتيلا وكفى دماء وشكرا شكرا على كل حال احنا نتمنى ان شاء الله كل طفل في العالم مسلم او غير مسلم لان الطفل طفل الطفل هو طفل نتمنى إن شاء الله ما نعيشوش حروب نعيشوا في سلام وأنا نتكلم لأن أنا وليت شاهد وتربيت في هذه الظروف المأساة تاع الثورة نعرف واش هي المأساة ونعرف واش هو الطفل ونعرف له ولهذا نتمنى أن كل طفل في العالم حقه في الحياة إذا كان اليوم في بعض الدول المتقدمة حقهم في كذا في كذا فإنني أقول حق الطفل في الحياة طبعا تحضر معنا ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ربما تقولنا كلمة بهذا المناسبة فلتتفضل مشكورة. سيداتي سادتي معالي سعادة السفراء زملائي من المجتمع المدني ومن الصحافة سيدي ممثل على منظمة اليونيسف وسيدي رئيس جمعية مشعل الشهيد أنا راح ننتقل بالفرنسية لو سمحتوا أنا حضرت نفسي نتكلم على الموضوع تأثير الحروب والنزاعات على الأطفال Je vais parler d'un chiffre. Ces 10 dernières années, plus de 2 millions d'enfants sont morts dans le monde par le fait des guerres. Plus de 6 millions d'enfants sont maintenant infirmes, handicapés ou invalides. Le nombre d'enfants déplacés et en transhumance dans les zones les plus difficiles et dans les conditions les plus difficiles, le chiffre n'est pas connu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a trop. On le voit, dans des conditions très difficiles. Ceci est une plaie à la face de l'humanité, aussi bien pour ceux qui le commettent que pour ceux qui le permettent. Parce que lorsqu'on ne fait rien, c'est qu'on permet, quelque part. Nous avons eu un témoignage poignant de notre frère de Syrie. Il y a lieu de se préoccuper de ce qui est fait et de l'efficacité de ce qui est fait. Si on considère l'impact de ces guerres et de ces conflits sur les enfants, on voit que le droit, et je parle en tant que droit de l'homme, le droit à la vie n'est pas respecté. Le droit à une enfance n'est pas respecté. Le droit à une intégrité physique n'est pas respecté. C'est vrai, la Convention des droits de l'enfant protège l'enfant. Mais elle le place sous un principe qui est fondamental et qui est celui, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on met en place des mécanismes et des dispositifs d'aide, l'intérêt de l'enfant est supérieur. Seulement, c'est une notion qui est très flexible et qui est interprétée par les États dans le sens qui les intéresse à eux, dans leurs intérêts à eux, et non pas dans l'intérêt de l'enfant. Les conventions sont signées, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc on les signe, mais lorsque les choses arrivent, l'efficacité des dispositifs qui sont mis en place sont différents. Je veux juste vous rappeler, sans rentrer dans le détail, le rapport accablant qu'a fait Madame Graça Machel en 1996 pour les Nations Unies et qui montre le sort des enfants dans les guerres et notamment sur les enfants soldats. Et ce rapport est encore d'actualité. Il est encore d'actualité aujourd'hui et il montre la détresse et la destruction de ces enfants qui ont pris et qui ont commis la guerre parce que ces enfants ne se remettent presque jamais. Leur prise en charge, les thérapies, les soins qui leur sont donnés sont toujours très aléatoires parce que les traumatismes qu'ils ont cumulés sont là et sont présents. On voit ces enfants, quand ils commettent leurs crimes et quand ils en parlent, on a l'impression, on dit, ils sont froids, ils sont distants, comme s'ils n'étaient pas concernés. Effectivement, ils ne sont pas concernés parce qu'ils sont déconnectés. Il y a un trouble dissociatif, je ne vais pas rentrer dans le jargon psychologique, mais un trouble dissociatif qui s'opère parce que c'est tellement gros, c'est tellement insupportable pour la conscience que le sujet qui est obligé de les commettre, parce que l'enfant soldat est une victime, il est manipulé et on le met devant quelque chose avec la prolifération des armes légères et tout ça, ça devient exacerbé. Et donc ces enfants sont aussi victimes de sévices sexuels. Parce qu'en plus, je parle notamment dans la région d'Afrique subsaharienne ou dans certains pays, les surdéterminants de la violence sexuelle qui est exercée sur les enfants, de leur exploitation sexuelle, avec le sida. Les deux s'interdéterminent et ça complique le tableau pour faire de ces enfants des loques humaines qui ne reviendront jamais à la vie normale. Par conséquent,
Et je ne veux pas rester très longtemps sur ce sujet. Nous avons aussi abordé la question des enfants migrants. Pour les enfants migrants, malheureusement, la Convention des droits de l'enfant qui a été ratifiée par tout le monde, mais elle n'a pas prévu un dispositif précis, un mécanisme précis concernant cette population. Et eux aussi sont maintenant, échappent aux filets préventifs et sécuritaires qui sont mis en place par les États pour, les, pour le contrôle. Et ils se retrouvent aussi livrés à des proies faciles à toutes les spéculations et à toutes les exploitations. Donc, je ne voudrais pas rester longtemps sur le sujet. En termes de droit, les conventions reconnaissent. Le droit humanitaire a évolué par la perception. Maintenant, on ne focalise plus seulement sur l'alimentation, les soins, etc. Mais on s'interroge aussi sur le soutien psychologique pour prévenir l'évolution gravissime de ces situations. Sur l'éducation, partant du fait que l'éducation est le meilleur espace pour une culture, pour introduire, d'abord donner au sujet les possibilités de s'en sortir, mais aussi pour lui permettre de générer les principes de la culture de la paix, sans laquelle ces enfants vont rester enfermés dans une logique qui est celle de la violence. Ce n'est que la violence qui résout les problèmes. Ils n'ont connu que la violence, ils ont subi la violence, ils ont commis la violence, donc leur modus vivendi ne peut être que la violence. Et je voudrais aussi avant de terminer, dire que la Mash'al Shahid est un espace et une vocation, l'Ihya al-Dhakira, la culture de la mémoire, le culte de la mémoire et celui de la mémoire qui construit, afin qu'on ne l'oublie pas, afin de savoir qui on est, d'où on vient, ce qu'on est. C'est la mémoire qui nous construit. Mais il y a une autre forme de mémoire, malheureusement, la mémoire traumatique. Cette mémoire traumatique, et aussi sans faire de jargon, quand l'enfant subit très tôt des traumatismes psychiques, des choses, des événements traumatisants, des événements très graves, comme d'être exploité sexuellement, de tuer, d'avoir à tuer, d'avoir à commettre des actes de gravissimes, ces troubles dissociatifs vont s'inscrire dans la mémoire traumatique. Cette mémoire, dans notre cortex cérébral, le message ne passe pas entre la mémoire émotionnelle qui va être stockée au niveau de l'amygdale et ce qu'on appelle l'hippocampe dans le cerveau, ne fait plus son travail d'élaboration vers le cortex, c'est-à-dire pour traduire cette mémoire émotionnelle en mémoire autobiographique, la mémoire de ce qui s'est passé réellement. On sait ce qui s'est passé, où ça s'est passé, quand ça s'est passé et comment ça s'est passé. Ça reste stocké dans un magma d'émotions, de sensations très brutes qui peuvent envahir l'individu à n'importe quel moment de sa vie. Et cette mémoire traumatique est le contraire de la mémoire élaborée à laquelle nous faisons référence et qui doit être le signe même, qui signe même notre humanité et notre capacité à dépasser les choses terribles que nous pouvons avoir à subir. Malheureusement, il y a certaines situations d'enfants qui ont été à 6 ans, ils ont été amenés à commettre des massacres et à faire des choses et à subir en contrepartie la même chose. Eh bien, pour cela, je ne sais pas quelle est la réparation, quelle va être la possibilité de réparation. Et le problème reste posé. Ils seront toujours envahis par cette mémoire traumatique qui risque de revenir et qui va détruire leur vie sociale ultérieure. Donc, prenons en considération l'intérêt de cette dimension des conflits et dans les médiations, dans les négociations, pour faire en sorte que les intérêts de l'enfant soient pris, les intérêts de l'enfant, les intérêts spécifiques et leurs droits soient pris en considération. Et je voudrais terminer sur une note quand même rassurante. Quand je vois la détermination et l'engagement de la génération montante aujourd'hui traduite par nos trois jeunes amis, eh bien je me dis que quand même l'espoir est possible. Merci. شكرا بارك الله فيك. طبعا تحضر معنا السيده سعيده بوناب اولا كبرلمانيه، ثانيا اولا كام كبرلمانيه، كرئيسه لجنه الصداقه والاخوه البرلمانيه الجزائريه الصحراويه، وبالامس كلمني رئيس لجنه الصداقه والاخوه الفلسطينيه الجزائريه قال لي السيده بوناب هي اللي تتكلم باسمنا في هذا اللقاء. فتفضلي سيده كلمه بالمناسبه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا يعني مسرورة جدا لوجودي معكم هنا في هذا اللقاء، خاصة مع أبنائنا،
وحضور ممثل اليونيسف اللي يزيد يعطينا الدعم لهؤلاء الأطفال والإخوة الحاضرين معنا والصحافة خاصة. حبيت فقط أن نبدأ من وين خلص الإبن تاعنا من الصحراء الغربية وقال واحد العبارة يعني نظن أنكم حسيتوا لها كامل. قال كنا نود أن تكون هذه القنابل برود. يعني شوفوا المدى الهام لهذه العبارة اللي يقولها طفل بريء يعيش في مخيمات اللاجئين وهو عائلة منقسمة نصفها في الأراضي المحتلة ونصفها الآخر في المخيمات بتندوف. هذه العبارة عبارة تعطي الوعي الحقيقي لأطفالنا الموجودين في فلسطين واللي احنا رانا نتابع يوميا كل الأحداث اللي راهم يعانيوا منها إخواننا سواء نساء سواء شباب سواء كهول وخاصة أطفال، وكذلك إخواننا وأولادنا وأطفالنا في سوريا، ولا ننسى العراق، ولا ننسى كذلك كل البلدان اللي راهي تعاني وما زالت تعاني، لأن القمع ليس فقط القنبلة لكن القمع كذلك هي تلك الكلمة عندما يتلفظ بها الراشد نحو الطفل ويهينه. الإهانة من الجانب النفسي أكثر تأثير من الضرب أو شيء آخر. وبالتالي أنا يعني بحكم أني لمدة طويلة أتعامل مع إخواننا في المخيمات وكانت لنا مناسبة ورأينا أطفالنا كذلك، كنت أتكلم مع الأخ ممثل اليونيسف قبل بداية الحصة هذه الجلسة وقلت له هناك بعض الملاحظات نود أن نتكلم معكم فيها لأنها سوف تحسن أكثر ظروف أطفالنا في المخيمات. هذا جهة. جهة أخرى ما ننساوش كذلك الأفارقة، الأطفال الأفارقة سواء الموجودين عندنا في الجزائر أو الموجودين في بلدان أخرى واللي هما ما خلوش بلادهم لأنهم كانوا مرتاحين لكن خلوها لأنهم كانوا يعانيوا من أثار الحرب وأثار الإرهاب وأثار الجوع إلى غير ذلك. وإحنا الجزائر وقالها وليدنا ممثل أطفالنا الجزائر هي قبلة الثوار، احنا البلد الكبير اللي يستقبل كل الأطفال وكل العائلات وكل اللاجئين اللي يحسوا أنهم عندما يدخلوا للجزائر يكون عندهم يعني حماية. نعم احنا حتى في الأيام السوداء اللي جوزتها الجزائر أثناء العشرية السوداء بقت المساندة تاعنا والمساعدة تاعنا للبلدان اللي تحتاجها بقت دائما متواجدة رغم ظروفنا اللي كنا نعانيها، إلا أننا كنا نقسم الخبزة اللي تكون معنا مع الأطفال ولا مع العائلات اللاجئة في الجزائر سواء كانت منها اللي موجودة في تندوف أو حتى اللاجئين. وأنا هنا يعني تسمح لي الأخ حبيت نوصل واحد الرسالة كبرلمانية وكممثلة للشعب الجزائري لأقول لمن يريد أن يستمع ولمن لا يريد أن يستمع كذلك أن الجزائر عمرها ما غلقت بيبانها، مفتوحة تقسم واش يكون عندها وتدعم كل مهما كانت الجنسية أو المكان تاع الشعب ولا تاع الطفل المضطهد. فالجزائر دائما واقفة وستبقى دائما واقفة. احنا نقول عيد الطفولة لكن احنا نقول في الجزائر أن الطفل تاعنا ولا الأطفال اللي موجودين عندنا في الجزائر ما عندهمش يوم تاع يوم العيد، عندهم 365 يوم عيد. والدليل على ذلك هي الدراسة المجانية، هي الصحة المجانية، هي كل ما يحتاجه الطفل في راحته والرفاهية تاعه والترفيه دياله. وبالتالي فنحن أولادنا كأم أتكلم قبل أن أتكلم وكجدة لأنني جدة كذلك أتكلم وأقول أن طفلنا الأطفال هادو هما المستقبل وإحنا لازم ندعموهم بكل إمكانيتنا سواء الإمكانيات المادية أو المعنوية ونقويوا فيهم روح حب الوطن وروح المواطنة لأن هذه مهمة جدا. وبالتالي إن شاء الله
راح تكون هادو ما أولادنا هما المستقبل وإحنا دعم لهم سواء كبرلمانيين ولا كسياسيين ولا كمختصين ولا كمسؤولين دعمنا لا يعني لا مشروط لأطفالنا. عيدكم سعيد، كل عام أنتم بخير إن شاء الله. شكرا. شكرا سيدة سعيدة بوناب. وقبل ما نحل كلمة الختام إلى سعادة السفير ممثل اليونيسيف بالجزائر، نحل الكلمة إلى سعادة السفير الجمهورية العربية الصحراوية أخ طالب عمر، فليتفضل مشكور. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ رئيس جمعية مشعل الشهيد، الإخوة والأخوات في جريدة المجاهد، الإخوة في الرئاسة، الأخ المدير الجهوي لليونيسيف، أبنائنا الأعزاء، إخوتنا في السفارة الفلسطينية، إخوتنا في سوريا، الحضور الجزائري من الشعب العظيم في البرلمان وفي المجتمع المدني والأساتذة، شكرا لكم جميعا على إحياء هذا اليوم الخاص بالطفولة وإبراز أثر الحروب على الأطفال، خاصة أنهم الفئة التي تتعرض للتضرر الأكبر، فإن لم تزهق أرواحهم القنابل أو الألغام أو الأوبة فإن الجو منها فإنها تسبب لهم عاهات وتكبر معهم هذا في أجسامهم الضعيفة والنحيلة، فما بالك بآثارها العقلية والنفسية. إذن الخطر كبير على هذه الفئة، والتي مع الأسف هذه أحداث تقع لهم ليس بكوارث طبيعية وإنما بفعل الإنسان وبفعل الدول والأنظمة التي تتستر وراء الشعارات الحرية والديمقراطية والإنسانية وهي تزرع الدمار والخراب. مع الأسف الأطفال الصحراويين يعانون منذ عقود، والأطفال الفلسطينيين كذلك منذ عقود، وفي السنوات الأخيرة انضاف العدد الأطفال السوريين واليمنيين والليبيين، ومع الأسف كما ذكر سابقا في العالم العربي الموزق والمشتت الذي يعاني من التآمر ومن التدخلات، وإحنا في هذا في المشرق العربي ولكن كذلك في المغرب العربي، ونلاحظ أن هناك دول سببت درجة كبيرة لهذه المأساة. إحنا عندنا هنا في المغرب العربي النظام المخزني المحتل والغاشم الذي اتضح تنسيقه وتعاونه مع النظام الصهيوني، فهم يتقاسمون التجارب في كيفية القمع وفي كيفية الحصار وفي كيفية قطع الأرزاق وفي كيفية التشويه وفي كيفية التحاول على المشروعية الدولية والعدالة الدولية وفي كيفية تعطيل المفاوضات وتعطيل الحلول السلمية، كل هذا يتبادلون فيه التجارب وأخيرا تلفيق التهم والتهديدات. ولكن مقاومة الشعوب وتضحيات الشعوب ستكون بالمرصاد لكل هؤلاء المتحايلين، والتي نحن نحيي مقاومة كل الشعوب التي تعطي المثال اليومي، وكذلك جلد وصبر الأطفال وذويهم. نحن في الصحراء الغربية نقوم بمجهودات كبيرة للتخفيف من معاناة هؤلاء الأطفال، توفير لهم السكن والغذاء والصحة وبطبيعة الحال التعليم، وهي مناسبة لتقديم شكر لبعض الإخوة المنظمات العاملة في هذا الميدان، أخص هنا صديقنا من اليونيسيف، ولكن الشكر الأكبر والأهم والأعظم هو الشكر الموجه للشعب الجزائري وللدولة الجزائرية ولقيادات الجزائر التي توالت
على الحكم في ضمان الإيواء والاحتضان للاجئين الصحراويين طيلة أكثر من 45 سنة والاحتضان الأطفال الصحراويين. وأظن أنه إذا كانت هناك من شهادة تفرزها التجربة، نحن لا نتكلم من فراغ وإنما من تجربة الصحراويين وما وجدوه في الجزائر، إذا كان من بلد يستحق الإشادة ويستحق التقدير ويستحق الإكرام والاعتراف له بالريادة في احتضان اللاجئين وتقديم لهم الدعم والمساندة في ظروف الحرية والكرامة والإنسانية، فهذا التقدير والتشريف تفوز به الجزائر يعني وبجدارة مثل ما فازت في السابق بالتحرير والريادة في التحرير ودعم حركات الشعوب. إذن شكرا للجزائر على هذا ونقولها بصوت عالي وهي شهادة حق. بينما في المقابل لا يمكن إلا أن نندد ونستنكر بما يقوم به النظام المخزني في المناطق الأخرى من وحصار وقتل، لأنه كان آخر مقتول من الطلبة في الجامعة هو الطالب عبد الرحمن بدري الذي قتل غدرا، وهذا كل مرة يذكرنا النظام المغربي بعمليات من هذا القبيل. ولكن مع الأسف نرى بعض المنظمات تتغاضى وتغض الطرف وتتناول المواضيع بانتقائية معينة، وكأنهم يقولون عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. فهناك ما يجب أن يغض عنه الطرف ويتم التعتيم والسكوت عنه مهما كانت يعني عظمة جرمه، والعكس صحيح. نحن طالبنا فقط بتنظيم مراقبة لحقوق الإنسان، فقط لمراقبة، ولكن بعض الأطراف وبعض القوى تعارض حتى معرفة الحقيقة حتى إظهار الحقيقة، لم نصل إلى شيء أبعد من ذلك، وهذا يظهر الازدواجية في المعايير والانتقائية والخلفيات في تناول موضوع حقوق الإنسان. فهناك الاستعمال حتى في مجال حقوق الإنسان أصبح الاستعمال السياسي لأغراض معينة للضغط على البعض ولتغطية جرائم البعض، ولكن أملنا وثقتنا أن الحقيقة ستنتصر مهما يكن، وثقتنا كذلك في نضال الشعوب أنها ستتواصل. الأسباب لهذه المأساة هي كما ذكرت أسباب سياسية، والحلول يجب أن تكون سياسية، وهذه البلدان سواء في فلسطين أو في سوريا أو في اليمن أو في الصحراء الغربية يمكن أن تتحول من بلدان تبحث عن التضامن وتبحث عن الدعم والمساندة إلى بلدان بخبراتها وبثرواتها وبتجربتها بلدان تقدم المساعدة وتقدم الدعم للآخرين. هذا إذا توفرت الإرادة السياسية والذهاب لتقديم الحلول. مرة أخرى شكرا لكم وتضامن المطلق مع الأطفال، وننادي العالم أنه يبذل جهود لإيجاد الحلول السياسية وعدم إضاعة الوقت وترك الناس تستجدي سنة بعد سنة، لأن ذلك سيبعث إلى الملل والدجر وهي وضعية في حد ذاتها غير إنسانية. شكرا لكم مرة. شكرا سعادة السفير. وطبعا الخاتمة لسعادة السفير ممثل اليونيسف بالجزائر، ونطلب من الأخ ساسي يجيب الكشافة الإسلامية حتى يأخذوا صورة مع الأطفال. Juste une petite conclusion, mais pour remercier l'association d'avoir organisé cette célébration, cette journée. Nous avons été interpellés par les enfants, on les a entendus. On sait que la question est une question de mémoire, d'analyse, d'engagement, d'indignation aussi. Tout ça, ce sont des moteurs
de l'action. Et moi, je tiens véritablement à le dire. Je pense qu'aussi, ce que nous donne en exemple l'Algérie, c'est l'exemple de sa solidarité. Et je pense qu'il y a une chose qui me touche énormément depuis que je travaille, je suis là en Algérie et je vais dans les camps de réfugiés à Tindouf, c'est de voir aussi l'effort qui est l'effort de l'État algérien dans la durée, y compris pour accueillir des milliers d'enfants tous les ans. Et je pense aux adolescents qui sont au collège, aux adolescents qui sont au secondaire, aux jeunes qui sont à l'université, et puis toujours dans cet esprit d'accueil qui est l'esprit d'accueil que nous montre le gouvernement algérien. Et je pense qu'on a célébré le 16 mai la première journée internationale du vivre ensemble en paix, une résolution qui a été amenée par l'Algérie à l'Assemblée générale et qui a été approuvée à l'unanimité. Et je pense que l'Algérie nous donne finalement le message qui est probablement le message le plus important, alors que nous sommes tous au milieu de conflits, au milieu de problèmes, au milieu de difficultés. Et je pense que cet appel-là est un appel qui doit être entendu par nous tous, hein, d'où que nous venions, pour faire en sorte que nous arrivions à vivre ensemble en paix et pas le contraire. Donc merci beaucoup et merci encore, Monsieur le Président, et je l'embrasse. Je vous remercie. فضلوا تاخذوا صورة جماعية. شباب حطوا لهنا Je suis désolé.